افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة والمعرض المصاحب، ويهدف الملتقى إلى تعزيز تنظيم الرعاية الصحية من خلال مناقشة الموضوعات والتحديات الصحية المشتركة التي تواجهها البلدان العربية. بحضور محلي وعربي رفيع المستوى، جاء افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة والمعرض المصاحب بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتعاون مع شركة SM لتنظيم المؤتمرات، حيث اشتمل على مشاركة واسعة من قبل رؤساء ومسؤولي المهن الصحية على المستوى العربي، بالإضافة لحضور نخب علمية وأكاديمية متخصصة أثرت جلسات الملتقى بأحدث ما توصل له العلم في القطاع الصحي. فرصة جيدة لتبادل الخبرات ولتكامل المعلومات ولتكامل بعد يعني العمل فيما بينهم والتساعد فيما بينهم، والعمل على أن يجذبون كثير من المصانع عشان تشتغل في المنطقة الخليجية والمنطقة العربية، وإن شاء الله هذه كلها يعني بالتوافق والتعاون يتحقق ويصير عندنا ممكن أن يكون كثير من الأدوية موجودة في المنطقة، بحيث أن يكون حتى لو صار لا سمح الله صار مشاكل أو شيء في العالم عندنا إمداداتنا الحالية في أقصدي الذاتية في منطقة الخليج. وجود عدد من الوفود في مملكة البحرين من الوطن العربي أو من الهيئات العربية التنظيمية له الأثر الطيب والمحمود، حيث أنها التجربة الأولى على مستوى المنطقة لتبادل والاطلاع على هذه الخبرات، وأيضا الاطلاع على التحديات المشتركة في القطاع الدوائي ووضع الآليات والحلول التي تصب في مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية بإذن الله على المستوى الإقليمي والعالمي، وإن شاء الله الصحة للجميع وبالجميع. طبعا نحن فخورين في مملكة البحرين بهذا المؤتمر، يعتبر الأول من نوعه، بحيث أن احنا استطعنا تجميع الهيئات العربية للغذاء والدواء في تحت سقف واحد للمشاورة والأخذ بالآراء ويعني النظر إلى إنجازات هذه الهيئات والتحديات أيضا التي تواجهها التحديات. تبادل الخبرات مع المختصين والمعنيين بالقطاع الصحي من مختلف دول العالم هو أبرز الأهداف التي ركز عليها المشاركون من مختلف الدول العربية، والذين أثنوا على مضامين المؤتمر ودوره في إثراء القدرات والمعرفة الصحية وتوفير بيئة داعمة للكفاءات الصحية وتعزيز فاعلية واستدامة المنظومة في البلدان المشاركة. تعزيز الرقابة على الدواء وعلى سلامة الدواء يعطينا جانبين مهمة، الجانب الأول هو صحة الإنسان وصحة المواطن في دول الخليج وفي الدول العربية وفي المنطقة، يعززها من خلال الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية. الجانب الثاني أيضا يعزز الاستثمار من وجود مصانع متعددة، وهذا يعزز توفر الأدوية ذات الجودة العالية والسليمة والآمنة. طبعا من مضامين هذا المؤتمر هو إيجاد التحديات المستقبلية وعمل حلول لها مشتركة ما بين الدول العربية، فهذه من الأمور المهمة جدا بالنسبة لنا في القطاع الصحي سواء في دولة الإمارات أو الوطن العربي، للوقوف على أهم التحديات اللي تواجهنا في المستقبل إن شاء الله وإيجاد حلول مناسبة لها. المؤتمر ده بيبين ازاي ان البحرين عامله انبريسيدنتد او سبق غير تطور غير مسبوق في المنطقه في مجال الصحه النفسيه والطب النفسي. البحرين هي اول فيها اول مستشفى متخصص في الطب النفسي في الخليج. مملكة البحرين كانت ولا تزال أنموذجا رائدا في استقطاب وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة وعلى رأسها الصحية، التي تضع المملكة في مرتبة متقدمة على المستوى العربي، وذلك استنادا إلى إرثها العريق ومنجزاتها المستمرة في هذا المجال. افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر وملتقى الرعاية الصحية العربية في مملكة البحرين وبهذه المشاركة الواسعة يضع المملكة في مرتبة الريادة في المجال الصحي نظرا لما حققته من تقدم وإنجازات كبيرة
في هذا المجال. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.